السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كلنا عارفين إن ديننا مش قرآن وبس، ديننا قرآن كريم وسنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة دي مش اجتهاد من النبي، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علشان كده جزء من التشريعات في ديننا جاية من السنة النبوية، ولما التشريع يجي لنا من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هتلاقي كلها رحمة. احنا اتكلمنا عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، واتكلمنا عن الصلاة، والنهاردة هنتكلم عن وجه جديد في العبادات وهو الصيام. برحب بضيفي الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يكرمك ويحفظك ويسترك. ربنا يسترك ويكرمك ويرزقك يا شيخ احمد من حيث لا تعلم ولا تحتسب. يا رب يا رب. طيب احنا النهارده مكملين طبعا في سلسله رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته بينا، وبنتكلم في رحمته بينا وعلينا في العبادات، والنهارده هنتكلم في الصيام. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. أنا هسألك برضو سؤال، هو مفهوم الرحمة في الصيام هيكون إيه؟ اللي احنا ما نصومش مثلا ولا إيه؟ أكيد لا. أمال هيكون إيه طيب؟ ان احنا تخيل لما نيجي ننظر الى رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالمسلمين في حال الصيام، اول ما الاذان يبدا بنفطر، ايوه، ونأخر السحور، ايوه، ويعني يعني اكيد بقى بيتهيألي ان اللي يقدر على الصيام السنن او الثواب بتاع الصيام، اللي ما يقدرش خلاص ما شاء الله. يعني انت جاوبتي فعلا اجابه صحيحه، يعني جزاك الله خير، 9 من 10. طب الحمد لله نجحت يعني. بصي، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما كان رحيما بالمسلمين في قضايا زي مثلا الصلاه، كذلك كان رحيما عليه الصلاه والسلام بالمسلمين في امر الصيام. مع ان الصيام كان صلى الله عليه وسلم يحب الصيام، النبي كان بيحب العبادات حبا جما، وكان من الحاجات اللي بيحبها في العبادات ايضا الصيام، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يواصل يعني ما يفطرش عليه الصلاة والسلام، يعني ما يجيش مغرب مثلا ويفطر، كان يواصل صلى الله عليه وسلم. بس طبعا دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى السيدة عائشة بتقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. فالسيدة عائشة بتقول له طب ما أنت بتواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. والحديث عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مع إنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك في أمته من يستطيع أن يواصل، ولكن ده مع الوقت يؤدي إلى مشقة، فلذلك منع وأغلق باب المشقة صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان رحيما عليه الصلاة والسلام في قضية الإيه؟ في قضية الصيام. ومع أن الصيام يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من القضايا اللي أنت حضرتك قلتيها دلوقتي في قضية الرحمة، أني لما يجي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش عن الأحكام الفقهية في قضايا الصيام، وإنما عليه الصلاة والسلام كان يقول كذا إيه؟ يقول يا جماعة التعجيل في الإفطار أفضل، وتأخير السحور إيه أفضل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الإيه السحور. مع إني لو أنا جه المغرب وأذن المغرب وأنا تأخرت أو مرضيتش أفطر دلوقتي، قلت هأخر ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، دي ما فيهاش مشكلة ما دمت أنا مش مواصل الصيام، لأن النبي نهى عن الوصال، فما فيش مشكلة. يعني أنا المغرب مثلا هيأذن مثلا دلوقتي الساعة 5، فأنا قلت يا عم أنا مش هفطر الساعة 5، ده أنا هفطر الساعة 8، انا بقى ليا مزاج كده بعد ما اجي من التراويح افطر. طب اشرب بقى ما مش شارب يا عم، خلاص، هل ده حرام؟ لا مش حرام. ومع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم الافضل ان هو يحثهم على تعجيل الايه، تعجيل الفطر.
فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإيه؟ ما عجلوا الفطر. طب والسحور يا رسول الله؟ أخر السحور. طب ليه أخر السحور؟ طب أنا ممكن أتسحر الساعة واحدة، ليه اللي هو الوقت اللي قبل الفجر بنص ساعة ده يعني أتسحر يا رسول الله، أو في الساعة اللي قبل الفجر دي؟ عشان الإنسان يبقى كلما أخر في السحور كلما كان الإنسان في زيادة في نشاط الجسم، ولا يحس بقضية، لا يشعر بالجوع وقتا كبيرا أثناء النهار في الصيام. وده على فكرة شيء مجرب، اللي سحر الساعة واحدة أو اللي سحر الساعة ثلاثة، واخد بال حضرتك؟ فتلاقيه بتاع الساعة واحدة ممكن يجوع على الساعة 11 12، بتاع ثلاثة ده يعني يبدأ بقى الحالة الخمول ده يجينه مثلا بعد الساعة ثلاثة، يبدأ ويكون فاضل ساعتين ثلاثة على المغرب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروح برضه يحث الناس على السحور، وده من رحمته عليه الصلاة والسلام، يقول: تسحروا فإن في السحور إيه؟ في السحور بركة. بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي له واحد يقول له: أنا بحب الصيام يا رسول الله، يعني خلاص إحنا في رمضان بنصوم، ويجي وقت المغرب بنفطر، ووقت الفجر نمسك، وده فرض 30 يوم أو 29 يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا، وبدأ النبي يعمل بإيده الاثنين كده، هكذا هكذا يبقى 30. وبعدين جه في مرة قال هكذا هكذا، وراح قايل في الرقم 3 اللي هو إيه؟ اللي هو 29 عليه الصلاة والسلام. طيب جه واحد زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وبيحب الصيام، صيام النوافل، لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عمرو كان بيصوم كل يوم، كل يوم بيصوم، هو مش حرام عليا اللي أنا أصوم كل يوم، ما فيهاش مشكلة، ما دمت أنا مبتعد عن أيام العيدين وأيام التشريق فمش حرام. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا، أيوة لا، اللي هو إيه؟ وكان بيقيم الليل كله بالمناسبة، فبيقول له: لا، إيه أعمل إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صوم يوم وافطر يومين. يبقى أنت بدل ما تصوم 30 يوم في الشهر تصوم 10 أيام وأنت بتفطر 20 يوم. فأنت متخيلة واحد نازل مرة واحدة كده من 30 ل 10، هو بيحب، هو عنده قدرة على العبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينظر نظرة مستقبلية صلى الله عليه وسلم، كان مستشرف للمستقبل عليه الصلاة والسلام. فقال له: لا، أنا أستطيع أكثر من ذلك يا رسول الله. قال له: خلاص صوم يوم وافطر يوم. قال له: لا، يعني أنا أقدر أكثر من كده. قال له: ما فيش أفضل من كده. تمام، صيام داود. أيوه، صيام سيدنا داود، وهو أعدل الصيام. وكذلك الأمر في قضية إيه؟ لا، نم وقم. المهم سيدنا عبد الله بن عمرو لما كبر، بص بقى، خلي بالك بقى، كبر في السن فضعف طبعا. فعمل ايه سيدنا عبد الله بن عمرو؟ قال: ليتني اخذت برخصه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهنا يا جماعه مهم جدا ان الله، يعني هو دي مش بس ده مش باب رخصه بقى كمان، ده دي رحمه بالنبي عليه الصلاه والسلام، الا يشدد الناس على انفسهم في قضيه العباده. والله يقول: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. طبعا. ويريد الآية الثانية، معلش قبل التليفون: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه؟ العسر. طيب ناخد اول تليفون. استاذ احمد، اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا، مساء الخير. مساء النور، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. بس ارجو بس يتسع صدر حضرتك للسؤال، طويل شويه. اتفضل، تحت امرك. انا كنت دائم الخلاف مع زوجتي في بدايه جوازنا. الو، ايوه، مع حضرتك، اتفضل يا فندم. كنت دايما خلاف مع زوجتي في بدايه زواجنا يعني، وكانت دايما ما تترك البيت يعني وتروح لاهلها، وانا في الحقيقه انا كنت يعني بغلط نفسي، يعني انا كنت سبب كتير ببقى غلطان، تمام، وكنت بروح وبغلط نفسي وبترجع معايا، تمام، وربنا رزقنا بطفل عنده 4 سنين دلوقتي. ربنا يحفظهم. ربنا يحفظك. فالمهم انا في اخر فتره لقيتها، يعني انا كنت خلاص يعني عارف حضرتك المشاكل في الاول كنت في بدايه الزواج دي عدت خلاص، وبدانا خلاص نتاقلم ونفهم بعض وكده، ما كانش في مشاكل خالص يعني، الا اخر سنه بدات هي اللي يعني بالعكس هي اللي بتسعى للمشاكل، يعني انا ببقى راجع من شغلي تعبان عايز انام عايز اريح، كل حاجه كل مشاكل البيت بتطلع في الوقت ده. اقول لها لو سمحتي ما تبيش تكلميني في الوقت ده، انا ببقى متعصب يعني، سيبيني اما ابقى انام واقوم نشوف اللي حصل. بعدين شكواها مولانا بتبقى حاجات يعني قمه يعني حاجات بينها وبين ابني طفل يعني عنده 4 سنين، يعني مش عارفه تقومي ابنك، طب انت قاعده في البيت بتعملي ايه؟ يعني انا مش عارف، ماشي عايزه تدخل مني بس تبقى في حاجه مشكله كبيره يعني، لكن الحاجه ما بياكلش ما بيشربش الكلام ده ما ينفعش. فإذبي يعني من أسبوعين بالضبط يعني للأسف اتعصبت وهي بتكلمني يعني، ف
سابت البيت. اتطلقت ولا عملت ايه؟ سابت البيت. لا لا هي سابت البيت، ما خدت سابت البيت. هي سابت البيت عشان انت اتعصبت عليها؟ اتخانقتوا يعني؟ لا لا ما وصلش والله لخناق خالص. ما وصلش لخناق يعني. طب وايه نوع العصبيه؟ اتعصبت عليها ازاي يعني؟ يعني عليت صوتي، هي صوتها كان اعلى، هي دايما صوتها عالي، وانا الصوت العالي يعني بحس بحاجه بتاع يعني باستفزاز رهيب من الصوت العالي ده، خصوصا ان احنا في منطقه سكنيه دايما فيها سكوت، فصوتها بيرن جدا حوالينا والناس صوتها صوتك، طب صوتك صوتك اسكتي بقى يعني، اللي هو بدات اعلي صوتي انا كمان، ف خلاص سكتت زي ما يعني حسيت انها بتتلكك، حسيت انها بتجر شكل يعني مش ان هو شكل للبيع يعني، وخلاص انا نمت على اساس والله هصحى طيب بخاطرها يعني، انا نمت على هذا الاساس يعني، فوجئت ان هي مشت تمام، فقلت اسيبها تهدي اعصابها شويه وابقى اروح لها يعني، رحت لها فعلا تمام ورجعتها البيت واعتذرت وخلاص وما تزعليش. عدى اسبوع بالظبط، دي بقى ما حصلش اي حاجه خالص خالص نهائي. يوم الجمعه صحيت عشان بدري عشان الصلاه ما لقيتهاش، ما كانش حصل اي حاجه. رحت لها على بيت مامتها عشان اشهدها، لان هي كانت شاهده في اول مره وغلطتها ان هي بتسيب البيت، وقالت لها بطلي اتحركي تسيبي البيت، كلميني كلمي اختك يعني بلاش تسيب البيت دي. فرحت البيت ما لقيتهاش عند مامتها كمان، لقيت مامتها قاعده لوحدها. وبعدين كلمتها دخت لفيت على اخواتها كلهم يلعبوا بيها ومعايا والدتي يعني، ومعايا والدتي ست كبيره في السن وجايبها معايا عشان تشهد معانا يعني، حكموا من اهلك وحكموا من اهلها يعني. لقيت الام قليله الحيله جدا مش عارفه ترد علينا. وفي الاخر يعني هي راحت فين؟ الاخر ان هي كانت عند اختها اللي كان بينهم خلاف شديد جدا، وانا دخلتني فيه في الموضوع، واختها دي شتمتني وانا حلفت عليها يمين قبل كده ان هي ما تروح لهاش بعد كده. تمام تمام، كسرت يميني وراحت لها تمام، فزاد الموضوع يعني، قاعده هي بتكبر اليمين ده يعني يمين طلاق. قلت لها تبقي طالق مني لو رحت. فهي راحت عشان يبقى وقع عشان يبقى كده تبقى طالق. هي عايزه تتطلق يعني بالظبط، انت حسيت كده. بالظبط. طيب. وانا رحت تاني يا استاذه، رحت لها تاني يعني، رحت لها تاني، رحت لها من الاسبوع، لان هي خلت ابني يكلمني. تخيلي لما الطفل عنده 4 سنين تدخله في مشاكل زي دي وتقول له ده بقى اكبر غلط يعني. الواحد يتطلق ولا يتجوز يعني. انا شفت المشهد كانها ماسكه ابني وقاعده بتضربه بالاقلام على وشه يعني، بتدي له كلام كبير جدا هو مش فاهم حاجه. طب اديني مامي عايز اكلمها، ادهاني اكلمها. هي ولا كانها سامعاني قاعده فاتحه السبيكر وبتتكلم عن بعد وعز بينا احنا الاثنين. طب ليه بتقطعي في الولد يعني؟ طب ما تكلميني يعني. ده معلش يا فندم ممكن اعرف هي تقريبا في عندها كام سنه؟ عندها 33 سنه. 33 سنه. هي جامعيه؟ لا معهاش مؤهل جامعي، دبلوم وانا البكالوريوس، بس يعني ما كانتش فارقه معايا خالص الموضوع ده يعني. طب هو في معلش انا اسف يعني، في اول سنه ثاني سنه ثالث سنه جواز قبل لما الابن ربنا يحفظه لكم يا رب يكبر، كانت ازاي بتتعامل في البيت يعني؟ انت بتحس ان هي بتتعامل اللي هو التعامل العادي اللي هو هكذا وجدنا ابائنا مثلا، ولا في يعني ما عندهاش اللي هو حسن حسن الكلام، حسن التربيه، ما عندهاش ده خالص؟ ده مش موجود يعني خالص 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 خالص. طيب انت في الاخر في النهايه بقى اتفقتوا على ايه يعني مع اهلها وكده؟ انا رحت لها البيت. انا جاي لحضرتك اخر نقطه بقى يعني، ده اخر ده الفيصل يعني، كانت بالنسبه لي ان انا رحت لهم اول امبارح تمام، ولان ابني كلمني وعايز حاجات. ايوه. فبقول لها طب خلاص سيبي الولد معايا، فقلت كلمت مامتها لو سمحت يا طنط لبسي عز ونزله لي انا اجيب له اللي هو عايزه. ماشي. لا اطلع والله لا تطلع وما ينفعش تقف تحت ويا بس تمام. اطلع. طلعت. فانا جنحت السلم وطلعت. هيا طنط في ايه؟ قال لي يا احمد وكل حاجه تتحل. قلت له طب انا عملت ايه عشان احل يعني؟ هو ايه اللي انا عملته وانا حله؟ هي بتقول بس ان طريقتك معاها وحشه شويه. طب ماشي حاضر يعني دي طريقتي يعني؟ هي سابت البيت وخدت ابني نايم من على فرشته حافي ونزلت علشان انا بعملها وحش؟ طب بعملها وحش في اسبوع؟ ده انا كنت لسه مرجعها واقسم بالله ما عملتها وحش، يشهد عليها ربنا ان خلال الاسبوع ده ما عملتها وحش. وفي الاخر بقى حصل ايه؟
في الاخر ان هي اتلككت لماما، ماما اتعصبت لما كانت معايا وقالت لها ايه ده بنتك ملهاش كبير، وازاي بنتك كده، انت سايبه بنتك ما تعرفيش هي فين، ايه البرود اللي انت فيه ده، اتعصبت على مامتها طبيعي يعني. وبعدين امهات مع بعض يعني، احنا ملناش دعوه. فقامت قامت مش لاقي حاجه تقولها، قالت لا خلاص انا عايزه اعيش لوحدي، مامته ما قلتلناش البيت نهائي ولا ابني يروح لها. دخلت مامتك في الحوار يعني في الموضوع بدون داعي، ده ماما دي اللي هي يعني كانت بتغلطني في كل مشكله وتقولي معلش انت الكبير، انت اللي عقلك اكبر، معلش يا ابني خد بخاطرها. طيب وفي ودلوقتي انتوا يعني الوضع ايه؟ انه في طلاق صح؟ الوضع يعني لا الحلفان ده وقع لما هي راحت بيت اختها؟ انا هي اللي كسرت اليمين يعني، هي وقعت يميني كده. ايوه طبعا. فدلوقتي في يمين كده. انت سالت اشتغل. حضرتك على مساله اليمين دي؟ هو انا سالت، قال لي لو قال لي من مكتب الازهر اللي عندنا في المنصوره ان هو لو انت قايل له بنيه التهديد او الترويع يعني يبقى عليك كفاره، لكن لو قايله فعلا ان هي ما تروحش فعلا. وانت كان ايه بقى نيتك؟ هو انا بصراحه كنت ساعتها متعصب جدا ان اختها شتمتني وانا ما عملتش حاجه، فانا كنت قايلها كده اللي هو يعني عايزها تخاف وما تروحش. تمام، بس انا مشكلتي مش في كده يا استاذ، يعني حتى لو يعني انا مشكلتي في ان هي عايزه ايه، يعني انا مش عارف هي عايزه ايه. هي عايزه ايه؟ قالت لك انا عايزه ايه؟ هي اخر حاجه وصلت لها مامتك ما تجيلناش ولا اشوفها ولا ابني. وانت عايز لها. ايه؟ وانا عايز امي طبعا. لا انت عايز طبعا، اكيد طبعا. لا انا قصدي انت عايز انك ترجعها ولا عايز تطلقها ولا عايز ايه؟ مش عارف، انا طالب المشوره. هي بس مامت حضرتك انت مش ربنا عارف؟ لا لا لا، مامت حضرتك ربنا يحفظها، هي يعني ساكنه معاكوا قريبه بينكوا؟ شبه ساكنه معايا، امي عندها 74 سنه. ربنا يحفظها طبعا، ما تسيبهاش طبعا. يعني انا حفظها. مين لو مشل وانا الوحيد ليها، انا الابن الوحيد ليها، واخواتي الاثنين بنات ومتجوزين، واحده في السعوديه واحده. لا 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 لا، يعني مامتك يعني ساكنه في العماره ولا جنبك؟ لا هي شبه مقيمه معايا يعني، انا بروح اجيبها على طول. لا مش جنبي. لا جنبي طبعا، بعيد عني خالص. ربنا يبارك فيك ولازم تقعد مع حضرتك يعني. لا 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 يعني ربنا يبارك في حضرتك. انا محدد لها اوضه، وهي مولانا هي عايشه لربنا، هي ماما لا عايزه مشاكل ولا بتحتك بحد، ده هي قاعده في اوضتها عاملاه يعني عاملاها محراب. طيب لكن يعني طلي. يعني موضوع مامتك ده دخل دلوقتي في الموضوع، لكن هو ما كانش داعي. اصلا ما كانش هي دي المشكله اساسا. انا حسيت يا استاذ ان السبب ده متقال علشان اللي هو ايه يعني يحس على دمك بقى يعني، خلاص انا مش عايزه. طب انت عايز ايه؟ انت طب انت فكرت انت لو طلقتها يبقى ايه؟ انا فكرت في ان ابني، انا مستحرم ابني. طب لا لا ما فيش طلاق ان شاء الله. لا ما فيش طلاق، ما فيش طلاق. طب اعمل ايه يا مولانا؟ هقول لحضرتك، هقول كبير. لحضرتك. لا لا باباها قاعد يبوس في راسها ويقول لها عشان خاطري ده راجل محترم، قومي روحي معاه. تقول له بابا اقعد انت يا بابا. مامتها تيجي تقول لها يا بنتي صوتك عيب كده، عيب كده الفضايح دي. تقول لها بقول لك ايه يا ماما اسكتي انت كمان. طب بص يا فندم، يعني عشان بس ايه، يعني هي عصبيه يعني. هوضح لحضرتك طيب. حاجه بعد اذنك يعني، وانت معانا على طول كده. اتصل بس بالرقم الساخن بتاع مركز الفتوى في القاهره هنا، واخد بال حضرتك؟ هم تقريبا اعتقد لهم مكتب في المنصوره، لهم مكتب في المنصوره. فانتوا هيتاخدوا بس رقم المكتب في المنصوره ده وتروحوا لهم انت والزوجه، او لو هي ما رضتش تقول لهم معلش انا اسف، ممكن حضرتك تتواصلوا معانا وتقولوا لنا اللي هي وحده لم الشمل. وحده لم الشمل، وحده لم الشمل، وهم لازم يقعدوا معاهم. طب في نقطه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. علشان لم الشمل انا متاكد ان مش هيعرفوا يعملوا معاها حاجه لسبب بسيط، الله اعلم، يمكن ربنا يصلح الحال. طب ماشي يا مولانا، بس انا كانت من اسباب خلافي معاها الرئيسي الصلاه. طب انا هقول لك على حاجه، انا حاسه ان انتوا الصلاه الصلاه لا بس موضوع الصلاه جفاء في العلاقه. ايه موضوع الصلاه ده؟ ما بتصليش الصلاه هي ما بتصليش من ساعه ما اتجوزتها وهي مش راضيه تصلي. طيب القران قال وامر اهلك، يعني انت ما عندكش اكتر والله. من الامر بس. تمام، بس انا بقول لحضرتك ماشي تمام، وما كنتش يعني ما كانش ده السبب الرئيسي في المشكله. انا بقول لحضرتك انا يعني حاسه بس ان انتوا علاقتكم جافه جدا. وفي جفاف. في جفاف، في جفاف وفي عصبيه على بعض، ما فيش اي عواطف تربطكم ببعض يعني. بالعكس دي حاجه برضو هي اللي مختاراني واخداني برضاها، ما حدش اجبرها، ما حدش غصبها. مش حكايه كده يعني، عشنا خطوبه كويسه جدا مع العشره يا فندم. مع المده دي اصلا بيبقى فيه في الجفاف العاطفي بيبقى موجود احيانا بين الزوجين، فهم لازم يعالجوا المساله دي عنده. فهي مثلا بتتلكك، وخاصه ان هم اتجوزوا، خاصه ان هم اتجوزوا وربنا كرمهم وخلفوا، يعني العلاقه بينهم وحشه قوي. بص يا استاذ، اصل هم اتجوزوا وخلفوا على طول مباشره. تمام، فهي كل واحد ينشغل، هو انشغل بحال البيت والرزق وما الى ذلك، وهي انشغلت بالبيبي بتاعها، الطفل بتاعها، ربنا يحفظه يحفظه لهم يعني.
وحصل اللي هو الفتور اللي احنا بنسميه ده او الجفاف يعني هي العاطفي هو اللي بيقول عندها. من يوم ما اتجوزه هي بتغضب وبتمشي وبيروح يصالحها وتروح وتيجي دي وتروح قصة تانية بقى. وتيجي. لا لا ده يعني دي قصة اقصد تانية. انه لازم يعني لو هم هيحاولوا محاولة تانية ويدوا لبعض لا فرصة ده عشان يدوا محاولة ابنهم واثنين وثلاثة، الموضوع لازم يبقى فيه شوية حب وحنان ومودة مش هيجي ورحمة، الحب والحنان بكده، لازم يعاملوا بعض هيجي ازاي؟ ماشي. يمثلوه لحد ما يبقى حقيقي، لكن ما هو هيرجعها تاني، هيتخانقوا مع بعض تاني، هتيجي تقول له ده ابنك عمل ده مامتك عملت، هيروح متخانق بص معاها، القرآن هتروح بيقول ايه؟ متخانقه معاه. بص يا استاذ دعاء، هو يعني هو انا ارى هو بيقول فبعثوا حكم من اهليه وحكم من اهليه، انا مش شايف ان الحكم بيكون اللي هو الاب والام، مش شرط يكون ده، ما احنا قلنا يا ناس جماعه كبار بقى من العيله، يعني حد يكون عمام خلان جيران اصحاب. الحاكم لازم يكون فاهم وناصح وعارف النصائح يحطها ازاي وامتى يحطها وايه التوجيه اللي هيوجهه، واخد بال حضرتك؟ لاني في بعض بس مش هقول الراي ده، خلينا بس نوصل انت للحته اللي انا قصدك عاوز. مثلا ان الشيوخ اللي هم مش بتوع شرط شيخ، انا وحدة ما بقولش لم شيخ، شمل يروحوا لها البيت؟ هيروحوا، هما بيروحوا بفضل الله، هما بيتواصلوا بيتجاوبوا بيروحوا للناس، واخد بال حضرتك؟ لكن في نقطه تانية مهمه جدا، ان شوف القران بيقول ايه، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا الانسان يستطيع ان هو يبدا يزكي نفسه يطهر نفسه، فدي مش هتيجي بقعده، ده هتيجي ان هما ازاي يوجهوها وازاي ينصحوها وهي تعمل ايه عشان تبدا تتلاشى كل الغضب اللي عندها ده. سيدنا النبي يقول انما العلم بالتعلم والحل بالتحلم، التحلم اللي هو الانسان يحاول ويحاول يبقى ويحاول، هادي، واخد بال حضرتك؟ والحب برضو ما هو الحب بانه هيجي كده، ما هو يعمله، الحب يعني كل الحب واحد هيجي يعمل كده، خطوة، كل واحد يعمل خطوة. لازم يخرجوا شويه، يقول لها يسيب ابنه مثلا في عند تيتا ويقول لها تعالي نخرج في مكان هادي نقعد نحاول ان احنا نفصل شويه، نفصل ويبدا يتكلم معاها بالراحه، انت عاوزه ايه؟ ايه النقاط اللي انت محتاجاها؟ لكن لازم في اللي احنا انتوا بتسموها ايه؟ الاستشاره الاسريه، صح؟ بس يكون حد فاهم الشرع الشريف، مش اي حد، حد يكون فاهم في الشرع الشريف. فوحده لم الشمل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله وربي يصلح الحال. لكن مساله الصلاه مهمه، انا بقول لزوجتي صلي فبتصليش، طب اعمل ايه؟ انا مش هم اموتها يعني، صلي ربنا يهديك، صلي صلي خلاص بقى، لو فاض بيك الامر وانت مش عاوزها روح طلع يا عم بالمعروف، انا مش هقول لك حاجه. لكن هل الزوج يبدا بقى يقول ده الخلاف ما بيني وبينها هي قضيه الصلاه؟ طيب ماشي، هتعمل ايه؟ القران قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها على الصلاه، يعني اصطبر عليها، الضمير هنا يعود على الصلاه لانه يعود على اقرب المذكور يعني. فهنا يامر اهله بالصلاه، طب وبعد كده امر انت عندك الامر بس صلي صلي صلي، ومش شرط تكون بالامر يعني، هو مش ما تيجي انا وانت نصلي مع بعض يوم الجمعه، ايه رايك يلا نجهز كده نروح نصلي الجمعه مع بعض، انا ما اعرفش مصلى السيدات فتح ولا لا، بس تعال نصلي مع بعض، يجي رمضان ما تيجي نروح يلا التراويح مع بعض، ما تيجي نصلي جماعه دلوقتي مع بعض في البيت بالراحه وبكل، يلا انا منتظرك، واخد بحر وهكذا. بس يعني انا رايي ان دايما المشاكل اللي بتجيلنا مثلا انه الراجل يبدا بخطوه والست تبدا بخطوه، لازم هما الاثنين يبقى عندهم استعداد لازم كل ان واحد كل واحد يقرب يرجع للتاني خطوه بخطوه. واثنين ثلاثه ورا بالظبط. وبعدين انا عندي من حسن الخلق ان يعتذر الانسان الى من اساء اليه، عارفه لما حد يشتم فبتقول له ايه؟ انا ما عملتوش حاجه، فاقول له طب انا اسف، بتريح، اسف بتريح، انا اسف انا معلش. فسيدنا الامام الهروي يقول من حسن الخلق، ودي من الفتوه، أن يعتذر الإنسان، ودي أعلى من أعلى درجة من درجات حسن الخلق، أن يعتذر الإنسان إلى من أساء إيه؟ من أساء إليه. طيب معانا تليفون، أم حبيبة أهلا وسهلا. إزي حضرتك عاملة إيه يا مدام دعاء؟ إزيك يا حبيبتي أهلا بيكي. بعد حضرتك ومتابعة حضرتك كل يوم. حبيبة قلبي شكرا ليكي، اتفضلي. بقول لحضرتك أكلم حضرتك الشيخ. اتفضلي يا فندم تحت أمرك. بقول لحضرتك. اتفضلي. الجنابة بتاعت هي الحائض. ماشي الطهارة بتاعت الجنابة هي مالها؟ الحائض؟ هي ايه؟ هي الحائض؟ هما الاثنين واحد، الطهارة واحدة يعني؟ نفس الغسل يا فندم. طب بقول لحضرتك الريحة والواحد طيب حرام ولا حلال؟ الايه؟ الريحة لمين؟ حرام ولا حلال؟ لا عشان مش بس كان عليا ايام من رمضان اللي فات كنت نفسة وكنت بصومها يعني بعوضها. حرام ولا حلال يعني الريحة؟ الريحة يعني ايه البارفان يعني؟ ايوه البرفان. ماشي يا حبيبه قلبي. لا هو انت براحتك تزيني براحتك، طول ما انت قاعده لزوجك ومحارمك براحتك، ما حدش قال حاجه خالص يعني. لا طول ما انت في البيت ومتعطره في بيتك ومع زوجك ومحارمك ما فيش مشكله خالص فيها، فايه اللي دخل ده في ده؟
وفي الخروج الريحه البسيطه يعني انا ضد، بس عشان بس ما نقعدش ايه وريحته جميله، ما نقعدش نتكلم في المسائل دي. النبي عليه الصلاه والسلام قال ليجدوا ريحها، واللام هنا للعاقبه كما يقول العلماء رحمه الله عليه. فخلي لكن هي الريحه، لان كتير من الناس يقول حتى الرجاله يقول طول ما انا صايم ما احطش. ازاي يعني؟ لا هو خلاص يعني ده عند كتير من الناس، يعني كتير من الناس يقول لك انا ما احطش. فكره غلط. لا فكره غلط طبعا. لا يا عم حط، ولا هينقص من قدر الصيام ولا شيء خالص. وهي المراه لا ما عادي ما فيش مشكله خالص يعني. السيده عائشه كانت تضع رضي الله عنها المسك. اما الغسل فالغسل هو الغسل، سواء الغسل من الجنابه الغسل من الحيض هو نفس الغسل. تمام. بنفس الطريقه المعهوده يعني. بشكرك جدا يا شيخ احمد، ربنا يخليك. شكرا ليك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. عايش في الدنيا عايش.